ينضم إلينا من عمان حسن أبو هنية المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية. أهلا بكم أستاذ حسن. بداية، أنباء تتحدث عن وصول وفدي واشنطن وطالبان بالدوحة إلى توافق على مرحلة انتقالية مدتها 14 شهرا، إلى أي مدى تعتقد أن العقبات التي كانت تحول دون هذا الاتفاق قد تم تجاوزها جميعها؟ حتى الآن لا يوجد هناك وضوح كامل في طريقة إدارة هذه المفاوضات، لا تزال ذات صدي رغم أكثر من 8 جولات من المفاوضات، والحديث الطويل عن حدوث تقدم في سير هذه المفاوضات، لكن ليس هناك محددات أساسية. حركة طالبان لا زالت ترفض الجلوس مع حكومة أشرف غني، وهي أيضا تريد أن تحدد جدول محدد لاتحاد القوات الأمريكية، وهو غير متوفر حتى الآن. الولايات المتحدة كما جاء في التقرير صحيح أنها ربما مستعجلة لإنجاز استراتيجية انسحاب، ولكن تم التحذيرات داخل الإدارة الأمريكية ومن قبل البنتاغون، وكان كتب بيتريوس مقال في المخارج حول التحذير من إنجاز اتفاق سيء. أعتقد أن تمت حديث طويل عن أو متفائل جدا بالتوصل للاتفاق، لكن لا أعتقد بأن يوجد هناك حتى الآن بعض المحددات والنقاط التي فيها حديث عام غير محدد. ما هو دور حركة طالبان؟ هناك حديث عن يعني تولي وزارات سيادية، هناك حديث عن ضمان لحركة طالبان بعدم استخدام الأراضي في اتباع الولايات الأمريكية. لكن ماذا عن الانسحاب الأمريكي أستاذ حسن؟ هل تعتقد أن الولايات المتحدة قد تفي بالتزاماتها تجاه قضية الانسحاب وهو المطلب الأساس لحركة طالبان؟ لا أعتقد أن هناك سيجري نوع من التخفيض، لكن التخفيض بسيط، يعني أعلن عن تخفيض. هناك الولايات الأمريكية الآن 14,000 عسكري في داخل أفغانستان، ربما يخطب 1,000 فقط، ولكن لا هناك شيء واضح. يعني هذا يشبه ما فعل ترامب في ديسمبر الماضي عندما هو اعلن عن الانتخاب سوريا ولكن لم يحدث على ارض الواقع، وهذا ما كان قد اعلن ايضا في ذات الوقت عن الانسحاب من افغانستان، ولكن البنتاغون رفض مثل هذا الاقتراح. وبالتالي بعتقد بانه لا تزال الامور هي محاولات او عمل اختراقات، ثم ان هناك شقه كبيره بين حركه طالبان ونظام أشرف غني، هذه الصغة كبيرة، وبالتالي التفرع أو محاولة الوصول إلى اتفاق سيء أو انسحاب، لا أعتقد أن تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تستثمر طالبان في مواجهة حركات بدأت تظهر في داخل أفغانستان أكثر راديكالية، طبعا ممثلة بتنظيم داعش الدول الإسلامية الذي نفذ ينفذ هجمات مميتة بشكل كبير، وهو يحصل على كثير من الموارد وكثير من الاعضاء السابقين في حركه طالبان. وبالتالي اعتقد بانه لو حتى الان مستويات الثقه بين الاطراف الولايات الامريكيه وطالبان، لكن الرئيس الافغاني اكد ان المرحله الاساسيه من الحوار ستكون بين الحكومه وطالبان. ما هي النقاط التي يجب الاتفاق عليها تمهيدا لتلك المرحلة الانتقالية التي دعا لها الرئيس الأفغاني، وهل تسلم الحكومة بهذه البساطة؟ هذا هو المشكل الكبير. يعني كان هناك اتفاق من وراء الحكومة الأفغانية لم تكن ممثلة على الإطلاق، وكانت هناك شروط طالبان أنها لن تفاوض حكومة تعتبرها دمية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تشترط العودة إلى ما كانت عليه الإمارة قبل 2001، وبالتالي العوده الى تطبيق الشريعه. كان الشروط الامريكيه كما تعلم هي محدده بالالتزام بالدستور الامريكي، الدستور الافغاني، ثم بعد ذلك تسليم السلاح وعدم استخدام وفك الارتباط مع الحركات المطلقه الارهابيه. وبالتالي كانت حركه طالبان تقول لابد من العوده الى تطبيق الشريعه والعوده الى ما كانت عليه الامور قبل الاحتلال الامريكي. وبالتالي حتى الان لا اعتقد انه تمت اختراقات كبيرة، هناك حديث ولكن كله ينصب حول قضية الانسحاب وجدولة الانسحاب الأمريكي، لكن ليس هناك محددات واضحة حول طبيعة مرحلة ما بعد الانسحاب. وحتى هذا الانسحاب تفرغ في الجولة 7 والـ8 حركة طالبان على وضع جدول محدد
بشكل واضح وصريح لهذا الانسحاب، لكن لا اعتقد ان هناك الامور تسير بحسب هذه التفاعلات. في سؤالي الاخير لكم، كيف ترى مستقبل افغانستان بعد هذا الاتفاق، وما هي الخطوات المطلوبه للوصول لسلام حقيقي في ظل وجود طرف اخر هو تنظيم القاعده، هل سيسمح بذلك؟ لا اعتقد بانه يمكن ان نصل الى حاله ترسيخ سلام. افغانستان بلد محطمه، بلد تعاني من دوله فاشله، هناك مجموعه من الفرقاء واللاعبين السياسيين، سواء كانت طبعا القاعده او تنظيم دوله او نظام التنظيم الصاعد في خراسان والذي يمثل ازمات مميته، هناك طبعا ازمات ارثيه ربما يعني وخلافات على المستوى الاثني والقومي والارثي، وهناك اختلافات سياسيه وايديولوجيه لا تجعل صفقه الخلاف بعيده. لا اعتقد بانه يعني مقبله افغانستان على نوع من الاستقرار في المدى المنظور، ربما انسحاب امريكي او اتفاق امريكي سيؤدي في النهايه الى صراع كما حدث عند الانسحاب روسيا في 1989 عندما دخلت هذه الاحزاب من دعم مسلح ثم افضت في النهايه في 94 من سيطره حركه طالبان، وبالتالي هذا هو ربما يكون الخشيه الكبيره على المجتمع الدولي من عوده حركه طالبان او حركات مماثله لحركه طالبان في تحالفات، وبالتالي العوده الى هذا الصراع سيطره المستقبل. من عمان حسن أبو هنية المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك.